جزيرة، بنتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراته اليوم، الاهلي والوداد المغربي. قول لي النهارده يمكن توقعاتك ايه المباراه، شايف المباراه النهارده ازاي، عندك اصرار النهارده زي ما اللعيب عنده اصرار ان احنا نرجع بالكاس ولا لا؟ ان شاء الله الفوز حليف النادي الاهلي، وهنرجع من المغرب ان شاء الله فايزين 2-0 ان شاء الله رب العالمين. وعاوزين نوجه رساله ان شاء الله للعيبه والجمهور هناك، ان شاء الله ان شاء الله هنفوز 2-0، والجمهور ما يتاثر، اللعيبه ما تتاثرش بالجمهور ان شاء الله، زي الماتش بتاع الترجي وماتش النجم، وان شاء الله ان شاء الله يا رب هنفوز 2-0 ان شاء الله. كل الاصابات يبقى لها تاثير على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي ولعيبته قادرين ان شاء الله ان هم يثبتوا نفسهم في البطوله دي باذن الله؟ ان شاء الله اللعيبه، اقل لاعب في النادي الاهلي راجل، لعيبه الاحتياطي ان شاء الله هتسد، اللي جوه زي اللي بره ان شاء الله، كل ان شاء الله يا رب العالمين هيفوزوا وهنرجع بالكاس ان شاء الله، ونفرح مصر كلها ان شاء الله، ونقول حكومه النادي الاهلي مع الفنانه الحمراء ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه قوي في النادي الاهلي ان شاء الله النهارده، وهنرجع كلنا مبسوطين لحد الصبح ان شاء الله. ان شاء الله مستمرين معاكم. قول لي النهارده توقعاتك ايه وتمنياتك ايه للمباراه، وان النهارده النادي الاهلي قادر ان هو يعوب الكاس ولا لا؟ باذن الله الاهلي هيكسب، وانا مش قلقان من حاجه غير بس من سوء التوفيق. لو في توفيق مع الاهلي، هو الاهلي امكانيات اعلى بكتير جدا من الوداد بكتير جدا، وفرق امكانيات وكل حاجه، بس هو فرق بس التوفيق. لو في توفيق النهارده مع لعيبه الاهلي، الاهلي هيكسب باذن الله 2-0. قول لي لو في رساله حابب توجهها للكابتن حسام واللعيبه تقول لهم ايه؟ قال لهم اهدوا، ما بلاش الجماهير تعمل عليكم ضغط وكل حاجه، وباذن الله ان شاء الله هنكسب. يعني هو الاهلي متعود على الضغط وكده. قول لي انت بقى عايز تقولي للعيبه والنهارده النادي الاهلي يكسب ولا لا؟ يا رب الاهلي يكسب. انا شايف ان انت شبه محمد صلاح. عشان انا شبهه، نفسي اطلع شبهه. قول لي عايز تقولي للعيبه وبتحب مين في لعيبه النادي الاهلي؟ محمد صلاح وعبد الله السعيد. مستمرين معاكم، وعايز اخد رايك وانطباعك على المباراه النهارده، شايف النهارده فرصه النادي الاهلي كبيره رغم المباراه في الوداد؟ لا ان شاء الله الاهلي قادر، وصفات لاعبي النادي الاهلي بتبقى فيها الاصرار والعزيمه والروح القتاليه، وليس في كره القدم فقط، هذا صفات لاعبي النادي الاهلي، فان شاء الله هذه الصفات تؤهلهم باذن الله في المغرب يفوزوا ويرجعوا بالكاس ويفلحونا جميعا. وعايز لا اغفل ايضا عدم وجود حسام عاشور في منتصف الملعب، ولكن ده كتاثير لاعب، لكن على الفريق، لا الفريق قادر ان هو يقدر ان شاء الله ويفوز ببطوله افريقيا ويتاهل لبطوله كاس العالم في ابو ظبي ان شاء الله. فالكويس ان احنا متابع المباراه في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بيبقى ليها انطباع خاص وليها حاجه كبيره جدا، عايزك تنقل لي وتنعكس لي الموضوع ده. انا صراحه حضرت في البيت عندي على النجم الساحلي ومباراه الترجي، بس صممت النهارده في مباراه النهائيه في بتاعه المغرب ان انا اجي وسط اعضائي العاملين طبعا بالجمعيه العموميه وفي النادي الاهلي، ده بيديني روح انا ليا اصلا بخلاف البيت. انا كنت يمكن خايف قبل كده، لكن دلوقتي النهارده مطمئن باذن الله، وكل ده بتوفيق الله عز وجل اول حاجه. شكرا جزيلا. مستمرين معاكم، قول لي النهارده شايف المباراه بالنسبه لك ازاي، تمنياتك ايه للنادي الاهلي، ولو في رساله حابب توجهها للاعبين قبل المباراه؟ لا باذن الله ان شاء الله هيكسبوا ان شاء الله النهارده وهيرجعوا بالكاس باذن الله. الواحد متفائل خير ان شاء الله بالمباراه اللي فاتت، الصراحه كان ممتاز الصراحه في الماتش، كان هو فرق التوفيق بس ان هو ما قدرش ان هو يجيب اهداف تاني وكده، ان شاء الله هيعوض ان شاء الله هناك، وباذن الله ان شاء الله هيرجع بالكاس ان شاء الله النهارده. عندنا غيابات لكن عندنا ثقه كبيره في اللعيبه، شايف الغيابات دي مدى تاثيرها ايه، وشايف كمان حسين السيد ومحمد هاني اللي هيشاركوا في المباراه دي شايفها ازاي؟ باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله النهارده دور مهم ان شاء الله في الدفاع ان شاء الله، ان عنده الهجوم شديد شويه على ما اعتقد، على ما اسمع يعني، باذن الله ان شاء الله الدفاع يكون كويس. قول لي عايز تقول النهارده قبل المباراه وشايف المباراه النهارده ازاي؟ لا شايف ان الماتش صعب شويه عشان احنا كمان هناك في ارضهم وهناك ضغوطات الجمهور وكده، بس احنا عندنا لعبتنا فيها ثقه شويه عشان في لعيبه عندهم خبرات يقدروا يسكتوا الجماهير دي كلها، وان شاء الله نرجع بالكاس. عايز تقولي للعيبه وكابتن حسام البدري؟ ان شاء الله يرجعوا ويفرحونا بالكاس، وان شاء الله نطلع كاس العالم للانديه. مستمرين معاكم، اكيد طبعا بننقل انطباع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اكيد النهارده كلنا ثقه في اللعيبه في الكابتن حسام، وان شاء الله نفرح النهارده. قول انطباعك ايه على المباراه، وشايف المباراه النهارده ازاي؟ انا شايف المباراه ان ربنا شال لنا الخير في المرحله الاخيره عشان تبقى الفرحه اكبر، وانا متوقع ان شاء الله 2-1 لينا ان شاء الله. قول لي الغيابات اللي عندنا والجمهور هناك هيبقى ليه تاثير على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي يمكن لعب في اجواء زي كده اكتر من مره؟ تاثير عليهم مش علينا، احنا لو جبنا جول في الاول اتفرج قد يتخطى الاهداف 3-4، حتى لو جه فينا جول الاول برضه قادرين على التعويض. الاهلي بمن حضر اي حد هو الاهلي. الاهلي مصدر السعاده زي ما احنا عارفين، حابب تقولي للعيبه ان شاء الله يفرحونا ويفرحوا شعب مصر؟ ان شاء الله يفرحونا، وربنا ان شاء الله مصر كلها هتبقى فرحانه. عايز اروح لك بقى واسالك واقول لك يمكن انت توقعت
ايه للمباراه وشايف النهارده النادي الاهلي يقدر يرجع بالكاس التاسعه باذن الله ولا لا؟ لا ان شاء الله هيرجع باذن الله منتصر يعني، وهنشوف النادي الاهلي في اعلى مجده النهارده وقمته في اللعب، وهنشوف الاداء ان شاء الله بتوجيهات الكابتن حسام البدري ان شاء الله وبرئاسه الكابتن محمود طاهر، وهو مشجعهم هناك دايما، وان شاء الله هيرجع لنا بالبطوله باذن الله التاسعه، وهنكمل النجم الرابع السنه دي ان شاء الله كمان في الدوري الممتاز باذن الله. واتمنى ان شاء الله كل سعاده للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي والمصريين، لان دي بطوله للمصريين مش للجماهير الاهلي فقط، لكل المصريين، انه بيمثل دوله بحجم مصر في العالم كله. ومن هي مصر؟ والرياضه هي القوه الناعمه للبلد ولاي بلد. والاهلي اللي انا بشوفه دايما الفريق الوحيد اللي بيلعب، يعني بيلعب الرياضه كما يجب ان تكون، بمعنى انه بيلعب في الروح المعنوية الشديدة جدا مع الأخلاق، يعني بكل تمكن بيلعب النادي الأهلي. وأنا بشوفه حتى لما لعب في البطولات ولعب في كأس العالم قبل كده، شفت النادي بيلعب، النادي الوحيد اللي بيلعب بكل يعني في روح رياضية حقيقية، مش عند أي فريق بشوفه في العالم، ده مش مبالغة الحقيقة، دي حقيقة يعني. وأنا شاكر جدا لحضرتك، وإن شاء الله بإذن الله ننتصر بإذن الله ونفرح الجماهير النهارده كلها. كل الشكر والتقدير طبعا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أكيد زي ما بنقول تفاؤل كبير هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وأكيد كلنا متفائلين وعندنا ثقة كبيرة في كابتن حسام البدري ولعيبة النادي الأهلي، ويعودوا من المغرب بالبطولة رقم 9 في دولاب بطولات النادي الأهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وتغطية خاصة هنا وكواليس لقاء الأهلي والوداد المغربي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ولكن في هذه اللحظات عودة لكم في الاستوديو. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني معلش هقول لكم بس تصحيح في تشكيل الوداد المغربي، كنا مستغربوا بصراحه. طبعا امير عطوشي ده اهم لاعب فيهم اللي كان غايب عن المباراه السابقه في برج العرب، رجع تاني مكان وتارة، يعني تاني عبد اللطيف نصير ويوسف رابح والعطوشي، طبعا ده اهم لعيب عندهم.